عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج مع ماما نعيمة. كما تعودتوا علينا في كل مرة نجيب لكم شاف محترف ولا هاوي ولا مشاهد. اليوم ضيف تاعنا هو نادير. اهلا بك معنا نادير. مرحبا. راك لاباس؟ راك مليح؟ لاباس الحمد لله. راك مرتاح؟ لاباس الحمد لله. احكي لنا كيفاش حتى الله يسلمك بعد معاناة طويلة مع الفيسبوك. صح كاينة منها. جيتني معاك اليوم. كلش بالمكتوب وليدي. صدقني باش نقول لكم باش نكون آمنة وصديقة معاكم. نادير مشاهد وفي البرنامج تاعنا، يعني مشاهد هاوي. عبرت مليح. مشاهد هاوي. باش نكون كما قلت لكم صريحة معاكم، كان من الأوائل اللي بعث لي بكل صراحة، يعني حتى لهاد المرة باش كتب المكتوب ونضل نقول له يا نادير ما تخممش، انا كلمتي ما تطيحش الارض باذن الله. صح ولا لا؟ عاوني قول واش كنت نقول لك. فرني معك اليوم. الحمد لله. مرحبا بك وليدي. ملا المشاهد الهاوي تاعنا جبت لنا وصفات، ثلاث وصفات. وصفات اقتصاديه وخفيفه. صافي انا ما ندير والو اليوم. ما ديري والو اليوم، كولي برك. ناكل برك. يا عمري يا عمري وليدي، ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يخليكم ليا ان شاء الله. ان شاء الله. هذه هي جبت لنا نشوف السردين نادير. سردين. فوالا تفضل جوز. قلت لكم اليوم وصفه السردين بالرز والخضره. شويه السردين اللي كنت نقيته مليح حيتو كان مشوك. شوف مع المشاهدين وما يصير المصفى. مغرفه طماطم مصبره. فوالا. سينه تاع الثوم. طماطم مكرفشه. حبه قرعه كنت قليتها قطعه كما كنت تشوفوا. حبه تاع زروديه. طرشي ملونه كما كنت تشوفوا كنت قليتها. حبه تاع البطاطا مقليه. شويه تاع الرز كنت طيبته. والملح شويه تاع الزيت. والتوابل نحتاج شويه ملح، شويه كركم، شويه كمون، شويه راس حانوت. الله يبارك لك ما شاء الله. ها هاي راحت لك، راح لك لو تخا. نجيب المقله لوليدي بيان سور. نجيب لك شي دوب زيت سخون شويه. مقله كبيره عندنا. هذه هي اللي عندنا كبيره. فوالا اربح منا وانا نجي منا نتبادلوا الاماكن. فوالا شويه الزيت. هذه وصفة مبتكرة، وصفة جديدة، وصفة قديمة. قديمة, قديمة. عندكم في ولاية شلف. انت من ولاية شلف قلت لي. ايه مرحبا بك وتحياتنا لناس شلف. فوالا اتفضل خذ راحتك. جيبي لنا مغرف برك باش حابك نجيب لك. عليك عندك تاع السيليكون وعندنا هذه تاع اينوكس. خلي برك شوية الزيت. فوالا جيد. ما كاش توازن كاين. صافا مليحة مليحة. هايلا دير شويه تاع السردين اللي كنت نقيته مليح. اسكو مملح نادير السردين؟ دروك ندير له الملح في المقله. مازال ما سخنتليش مليح. معليش كون خلي معليش خليها كون سخنت خير باش هكذا السردين ما يلصقلكش. سي بون. نادير كي طيب شوف معايا انا، حنا على المباشر. كي طيب اوقف هكذا باش نشوفك انا وشوفك المشاهدين. فوالا فوالا هذا جيد. هايلا خليها تقلى لي شويه مليح. يعني السردين ما فيهش الروح. تمتم يطيب. تمتم ايه ما يطيبش. فوالا شويه تاع الملح. دير بيدي احسن باش نعرف شحال ندير. جيد. هام لي زيبيس توابل. خلي من بعد زيبيس. هنقليها مليح. يعني وصفة اقتصادية وسهلة. سهلة ونتصور مفيدة للصحة. يعني مفيدة السمك يعني على بالنا. السمك والخضر الرز يعني. هايلة وصفة رائعة. يعني اللي ما لقاش السردين يقدر يديرها بالطو تاع لا طوماط يعني عادي. طون تاع العلب. ايه هذا. فوالا ايه جيد. هايلة تدبيرة مليحة. نادر حبيت نسقسيك سؤال برك مهم. اسكو راح دير المقادير كامل داخل؟ نقلي في الاول السردين نحطو على جهة ومن بعد نقلي لا طوماط. وي خلاص خلاص نخلط كلش. خلاص باش دير نصف الكمية باش كل مقلة تبان شوية صغيرة. ايه صغيرة شوية ندير غير نص برك. معليش معليش. المهم هما كيحبوا تكون عدد افراد العائلة يكونوا بزاف يضاعفوا المقادير. فقط هاني جبت لك اسيات. خليها تقلى لي شوية مليح. يعني واش رايك في الوصفة تاع اليوم؟ راني شوف يعني جبت لنا حوايج مفيدين. كنت قلت لي بلي جبت البسبوسه ما شاء الله. البسبوسه يعني بزاف هايله. السيد لا السيدات بزاف يطلبوا البسبوسه. وانا كي دخت اللي جبتها واجده شغل ما شاء الله. الله يبارك. يعني ماك محترف ماك بصح البسبوسه تاعك ما شاء الله. يعني كامل هذه الوصفات تلقاهم في الصفحه تاعي في اليوتيوب. عندك قناه في اليوتيوب؟ الله يبارك. عندك متابعين؟ عندي. الله يبارك ما شاء الله. واسمها القناه غوسيف نادير وصفات. تفضل قول لهم فوالا باش يتابعوك. قناتي في اليوتيوب اسمها غوسيف نادير. ما
ما في الانستغرام والفيسبوك نفس الاسم يعني. قل لهم لي وصفات اقتصادية وسهلة. كامل وصفاتي اقتصادية كاملة. يعني وخفيفة. نضرب طلع على القناة تما لا نشوفها فوالا. نتصور سردين سي بون ما فيهش الروح. اه خلاص الله يبارك. يعني ما راحش نشد لكم في الوقت. يعني شوف وصفة غنية ما شاء الله. يعني وسهلة. في نفس المقلات يعني. ندير شوية لا طوماط كونسونطري غرف صغيرة يعني تكفيني. بشوية الزيت. هنقليها شوية. بسم الله. تخي بيان هاي. اسكو تسحق طيرامة نادير؟ تسحق طيرامة؟ لا لا ما تسحقش الماء. ندير لا طوماط فيها. احكي لي على الرز هذا غليته دومي كويسون ولا طايبة 100%؟ طايب نورمال طايب. طايب. شوية تاع الملح. شوية تاع زيت يعني باش ما يتلاصقش برك. هذا رز ابيض عادي. توم تخي بيان. سنينات يعني كنت كرفشتهم. نقليهم شوية. نشد عليك. يعني تم راح تطيب وراح تطول. فوالا وما لازمش تنحرق يعني. ايه فوالا دير نصف الكمية من نصف تصور. الكمية تكفيني. فوالا باسكو المقلة شوية صغيرة. مقلة شوية صغيرة. هايل مليح. شوية برك. نشد عليك. يعني اليوم ريحتك ما راح تطيبي والو. ما حنطيب والو ما كاش مشكل. اليوم حننشط معاك فقط. هذاك معليش خطره نجيب لهم تدبيره خطوه وصفه خطره وصفه خطره حتى فوالا هذه هي باش نخليكم نتوما مرتاحين. على بالي تحبوا تجوا تقدموا عده وصفات دونك لازم نخلي لكم الحريه ونخلي لكم المجال باش طيبوا. وانا ان شاء الله باذن الله تعالى راح نتلاقى معاهم في اوقات اخرى في اوقات مثلا ان شاء الله بربي ان شاء الله باذن الله تعالى دعواتكم معنا الى لحقنا رمضان لا كنا من الحي ان شاء الله راح نقدم لكم برامج رائعه ان شاء الله. ان شاء الله بربي. هذه هي ان شاء الله نكونوا بك حيين. خليها تطيب لي شويه. جيد. جيبي لنا ريسيبي يكون شويه كبير. يكون كبير باش نخلط فيه. حاضر راه. فوالا. هذا يساعدك؟ يساعد. ندير فيها القرعه تاع اللي كنت تقليتها. حبه قرعه صغيره مقطعه مكعبات رقيقه مقليه في الزيت. مقليه بشويه ملح يعني. حبة تاع الجزر كنت قليتها بشوية تاع الملح. مليح جيد لا غير هايلة الوصفة. وصفة اقتصادية يعني في متناول الجميع. لا لا وفيها الخضر فيها فيها بروتين فيها اوميغا 3 تاع السردين. يعني ما شاء الله فيها نشويات. متكاملة يعني. حبة تاع الفلفل الحلوم الأول كنت قليته ثاني. بطاطا. حبة تاع البطاطا كنت قليتها مكعبات صغار. الله يبارك. عندي شويه تاع الرز اللي كنت غليته راح ندير نصف الكميه برك. جيد هايله. يعني من المستحسن يعني ديرها في الطوماط. ايه في الطوماطيش على الحبه وتاع البطاطا درت شويه. نقدروا نديروهم على الخرفيمول ونقلبوا نقدروا نديروهم يعني فوالا هذه اختياري. شوفي معي الالوان. لا لا هذا يستاهل مولي. لا لا يستاهل مول ما شاء الله. الوان يعني راهم يشهوا. خليها تطيب شوية. جيد هايلة. يعني خليها تطيب وننتقلوا للوصفة الثانية جو بخير. نتبادلوا الأماكن. باش نسمو نروحوا للوصفة الثانية اللي هي البسبوسة. مش نديروا هنايا المخرج تاعنا ولا المخرجة تاعنا ما نروحوش فاصل نروحوا مباشرة للبسبوسة ولا كوش تقولوا لنا تسمعوا فيا؟ واش نديرو هنا الفريق التقني تاعنا راهو يقول خرجوا فاصل حنا واش نديرو طوماطيش راهي طيب معنا كملهم الوصفه معليش يعني كلش راح طيب. راح نديرو السادين هنا في الطوماط ونخلطو كلش المقادير. هاي تكون وشبكوها حسب الرغبه. هذه هي ما تروحوش بعيد بعد الفاصل نلتقي. مرحبا بكم معنا جينا من الفاصل وجبنا لكم وصفة البسبوسة. طلبوها بزاف سيدات الكريمات. كاين عدة وصفات نادر. كاين عدة وصفات تاع البسبوسة. يعني كاين سيدات ما تنجح لهمش يعني. جبتها أنت اليوم بطريقة فيها مراحل يعني. فيها مراحل. تفضل قول المقادير.
مقادير يعني بسيطه موجوده في كل بيت. ثلاث خمس حبات تاع البيض يكونوا بحراره الغرفه. شوف مع المشاهدات نحتاج 180 ملي تاع الزيت، زيت تاع السيترون، 2 خميره تاع الحلوه، كاس مبشور، كاس نوا د كوكو يعني. الله يبارك. ربع مغارف تاع السكر، يعني هذه الوصفه ما نكثرش فيها السكر. مليح ما شاء الله، تخي بيان. 2 علب ياغورت ذوق جوز الهند، مغرف كبيره تاع تاع الفارينة. نحتاج السميد حسب الحاجة، يعني تقريبا جوج كيسان. جوج كيسان هذاك تاع 240 ملي، هذاك هو. فوالا. فوالا جيد. راح نكسر في نجيب الباتور تاعي نوجدو منا. فوالا خليه هنايا حطوه هكذاك وكسر البيض تاعك. خمس حبات تاع البيض يكونوا في حالة الغرفة. ما يكونوش باردين دو بريفيرونس. باش يطلعوا مليح. نادر قلت على الخميرة الحلوة، خميرة الحلوة. خميرة الحلوة قلت فيها. هيا خلاص خلاص. راك الله يبارك ما شاء الله، واش قلت لي قبيله في الكواليس؟ قلت لي هضريني نطقيني. الله يبارك ما شاء الله عليك، راك تقدمت تخي بيان ما شاء الله. انت راكي منوره اليوم. يسلمك وليدي. منوره الوردي يعني مع الاستوديو. الله يبارك. منوره الشاشه. راك تعرف يا انا والله ما انتبهت. لبست عن حسن النيه. فوالا هاوليك الطشون فوالا. قبسه تاع الملح برك. قبسه تاع الملح، هاوليك الملح. غير شويه برك. باسكو هذاك الملح هو اللي يخرج لنا النكهات تاع البسبوسه. غير شويه برك. فوالا. راح ندير معها ربع مغارف تاع السكر، ما تكثرش فيها السكر بزاف. حط قدامي وانا نرفد. وراح نطلعها يعني عادي. يعني كاين ناس بزاف يديروها في السن. شويه البيض. كما قلت لك. تجيهم بزاف حلوه بالعسل. فوالا. يعني انا ما نصحوش بها. واش دير نتايا؟ خدم على الشربات هنايا. فوالا هنا خير، هنا هنا تخي بيا. هايلة هايلة. مليحة. الشربات تاعها فيها جوج كيسان تاع السكر. وربع كيسان تاع الماء. زود سكر وربع كيسان ماء. معناتها ضعف تاع السكر ماء. جيد. بعد ما يولي يغلي نحسبوا له 15 دقيقة ونطفي عليه. ما فيه لا قارص لا فيه نص قارص، كي تطفي ندير القارص. القارص هذه هي ما شاء الله، الله يبارك. نادر عاود فكرنا من قبيله نسينا ما قلناش على التوابل تاع صوص طوماط. التوابل تاع لاصوص والسردين يعني الكركم. شوف معاهم اي فوالا. شويه راس حانوت شويه كمون. ايه. وشويه فلفل اسود. كي رحنا فاصل درناهم. كنا درناهم. ما تنساوش عاود لهم لاصوص طوماط. لاصوص طوماط تاع السردين كنا درنا شويه كركم، شويه راس حانوت، شويه تاع كمون، فلفل اسود. ومن بعد يخلطوا كلش. يخلطوا كلش يعني. خلاص هذه هي خلاص. نرجعوا للبسبوسه. اه. خاصكم نخلطوا حتى يبين الخليط. يطلع شويه ضعف الحجم تاعو. نحط لك الزيت انا ولا مازال؟ مازال شويه. اه فوالا. يطلع لي مليح. الوصفه هذه كتبتها لهم في لاشين تاعي تاع اليوتيوب. اي موجوده تما، كاين المقادير، كاين طريقه التحضير. هيا خلاص اللي ما شافهاش على وسمو؟ تلقاها في الصفحه تاعي. فوالا في الصفحه تاعي. غوصات نادر فقط. ايه وصفات. وصفات نادر فوالا جيد. تلقاها في اليوتيوب ولا فيسبوك ولا عندك حلوة. متابعين؟ عندي. ربي ان شاء الله يقويهم. ان شاء الله. يعني احنا ما عندناش الوقت كما خلوه يضعف مليح. فوالا تخي بيان. اونفيلي بشويه. عندنا انت شويه لهيك هكذا. شويه برك. فوالا بسم الله هكذا. 180 مليلتر هكذا. فوالا. هكذا. يعني. بشويه 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 بيط باش يطلع لنا مليح يعني. كي نكمل انا زيت زيت كمل نطلع انت. ايه. نكمل انا الزيت زيد انت ابقى طلع باش يجينا الخليط تاعنا متماسك ومتجانس. فوالا وصفه يعني تجي بزاف هايله. ذقتها نادر. ايه. ذقتها ما شاء الله هايله. ما فيهاش السكر بزاف وفيها ما فيها السكر فيها ياغورت طبيعي. ها بذوق جوز الهند. فوالا شفيت عليها. واش نزيد لك؟ نزيد لي ياغورت. 2 علب يعني ذوق جوز الهند. زوج علب. ايه بسم الله. بزاف هاي البنة تاعو. واللي ما لقاش يقدر يعاونو تاع السيترون. تاع السيترون عفوا. فوالا. كاس تاع جوز الهند. نعم كاس تاع جوز الهند كاس واحد. آه كاس بسم الله. خلط. طريقه سهله وبسيطه. سهله يعني. مكونات موجوده في كل بيت يعني. غير الياغورت نشروهم برا. هذا ما كان. الله يبارك.
هي المغرف تاع الفارينة. شحال؟ مغرف برك. مغرف دوك نجيب لك المغرف. فوالا بسم الله، مغرف هكذا معمر. بسم الله، واحد فقط. مغرف تكفيني. خلط شوية باش ما تطيرش عليا. فوالا. راح نبدا ندير في السميد تاعي حسب الحاجه يعني. فوالا سميد متوسط رقيق. متوسط يعني. متوسط بين فوالا. المتوسط والخشن. مليح مليح. تقريبا زوج كيسان. هذا هو اللي قلت لي مشاهد وما مشاهد. شفتيه. هاك الله يبارك تقدمك محترف ماشي مشاهد. يعني انا متعود على اليوتيوب. نشكرك على المتابعه تاعك للبرنامج تاعنا. يسلمك وافي لكم يعني من بكري. من بكري وافي لنا. كنا في برامج اخرى في قنوات اخرى. واليوم انا على الجزائر انوان، نتمنى الناس يتابعونا ويستفادوا من الوصفات تاعنا نتاع الضيوف تاعنا. ولا هذاك تاع القارص ما ديروش لوزاز. ديروا في التالي. في التالي في الاخر. ندير مع الخميره اثنين خميره يعني 20 غرام. 20 غرام معناتها دو باكي. ايه دو باكي. لا لا 10 10 10 10 20 غرام. في 10 غرام الباكي. عشرة. حسبته خمسه على بالك نسيت. نسيت في 20 غرام صح. الله يبارك ما شاء الله. جيبي لي مغرفه باش في القوام تاعو. في غايه السهوله الوصفه. دوك نجيب لك اسنى اصبر عليا باش يقطروا هنايا. فوالا ها فوالا نحو هاد الزوج. مازال مخصوص شويه نزيد له شويه درك على حساب نوعيه السميد يعني كاين اللي كاين اللي يشرب كاين اللي لا. فوالا هذه هي. انا وجدت لك مقبله الاخرى اللي قلت لي عليها سنيوه. ايه. هاي لك جيبي دنتها لك بالزيت. ندير لها مبشور القارص يعني في التالي. ونخلط يعني مبشور القارص ومات كوكو بنه بزاف هايله. تجي بنينه. ايه. توليفه بنينه. فوالا هاي واجده معايا شوفوا القوام. ويلهم القوام تخي بيان هايله ما شاء الله. نحطوها في السنيوات تاعي اللي كنت دهنتها من قبل. الله يبارك. الفرن تاعي كنت سخنته من قبل. راح ندخلها للفرن على درجة حرارة 180 درجة. يعني طيب لي من تحت بعد ما طيب. راح ندير لها الموس ولا باش نشوف ولا طابت. مش عارف. تشعلها من فوق تحمر فوالا. والتزيين حسب الرغبة. نواة كوكو بنواة كوكو. أحسن. باش نبين واش كاين لداخل. إيه. خفيف ظريف الله يبارك تمتم. بعد ما طيب يعني راح نشربها بالسيرو اللي يكون بارد. عاود لهم المقادير تاع السيرو. السيرو كنت قلت لكم عليه زوج كيسان تاع السكر وربع كيسان تاع الماء. بعد ما يولي يغلي نحسب له 15 دقيقة ونطفي عليه ندير له نصف قارص. تكون هي سخونة تغلي وهو بارد. وهو بارد. هيا خلاص نديها للفوق. تحب نديها لك ماكاش مشكل. هذه هي بارك الله فيك. وبك بركة. بسم الله. فوالا هاي خلوها طيب. شويه الحاله. انا نضحك وحدي باسكو مع الاول قلت يعني عندي لو تخاك ومنونة ودوك الله يبارك خفه ومهاره وشطاره. قبل ما نروح للوصفه الثالثه احنا عندنا وصفه ثالثه اللي هي شربات يعني اقتصاديه وطبيعيه يعني طبيعيه فيها قارص ومنها. خلاص درنا الشقاسيه قبل ما نروحوا للشربات. وقتاش تعلمت الطبخ كيف حبيته كيفاش يعني بات هوايه من الصغر. من الصغر ملي كنت صغير؟ أول خطرة يعني بيت في الطبخ. شحال كان في عمرك؟ خمس سنين هكا تقريبا. خمس سنين كنت سرق في العجينة وتخلط مع الوالد. احكي لك قصة طويلة. احكي لي. يعني كان كنا نبنوا في دار جديدة وكان كاين فما الرمل. كان كاين البيض الداخل. جبت هذاك البيض والرمل وخلطتهم كامل كيف كيف كسرت لهم كامل هذاك البيض قلت لهم عندكم بيكاطو. بالرمل. بالرمل. واش داروا لك بيناتنا؟ ما داروا لي والو صغير يعني. صغير خمس سنين. ومن بعد تطورت معاك معناتها الموهبه. بشويه بشويه. بشويه حتى طورت. ما شاء الله الله يبارك. يعني تعلم في الدار بشويه. ما تعلمتش على الوالده وحدك وحدك. ما عندكم حتى طباخ في الدار. قولوا ويناتها بالك عامل جينات. المهم وليدي مرحبا بكم معنا. نروحوا للوصفه المواليه. وصفه الشربات. الشربات. فوالا شربات عاديه بالقارص عاديه يعني طبيعيه 100% يعني ما سحقوا فيها لا باتور لا حتى حاجه والو. نفوي برك ولا كاين الفوي كاين نجيب الماء. الفوي اين انت يا فوي هاوليك لا غير معليش ما كاين فوي كاين فوي ها
يعني هذا اللي ما عندوش باتور ولا ميكسور ما يتسمى بالمغرف يعني بالمغرف فقط ندوبوا السكر ونزيدوا كذا وكذا. نحتاج هنا لتر تاع الماء، نصف كاس من عصير الليمون، نصف كاس تاع الحليب، والسكر من الكاس تاع نص كاس يعني حسب الذوق. قطعه تاع القارص، هذا واش فيه الوصفه يعني ندوبوا مباشره فيها. ما شاء الله صافي، نحطوا لتر تاع الماء ندوب فيه شويه السكر مليح هايله تقنيه. نصف كاس تاع الكاس يعني حسب الذوق، ما نرميوهش هكذا. جيد، راح نذوبو مليح، يعني يقدروا يزيدوا السكر حسب الذوق يعني حسب الذوق. فوالا نذوبو مليح، يعني يكون ديال الليمون ما راحش يذوب لي في الماخير يذوب ايه. في الماخير يذوب السكر ونزيدوا باقي المقادير. ما بارد يعني ريكا تاع الماء. فوالا نص كاس تاع عصير الليمون. جيد هايل. نص كاس تاع حليب يكون بارد. زيد فضلك. يعني هاي وجدة معنا. فوالا. ديروا لهذا القارص. يعني خير ما يحشروها من برا يعني طبيعية. طبيعية يعني في نفس الوقت. طبيعية ما شاء الله. يعني خير ما يشروها من برا، هما عرفوا واش حطوا فيها. اقتصادية. اقتصادية، هما خدموها بيديهم. الليمون راه متوفر يعني بكثرة. دوكا وقته، دوكا وقت الليمون، صح، وقت الليمون. يعني راهي واجدة معنا، خلوها تبرد برك. نديروها في الكيسان. واش نقول لك؟ يعني أبهرتني يعني فاجأتني. يعني بسرعة يعني ما طولناش. لا لا كلش بسرعة يعني الوصفة الأولى. يعني. خفيف ظريف ما شاء الله عليك نادر. واش نقول لهم في الأخر؟ تقريبا كل الوصفات تاعنا راهي واجدة، البسبوسة راهي لداخل، عاود لهم الشربات في الإعادة إفادة. الشربات يعني. احكي لهم كيفاش طيب وكيفاش باش يشوفوا معنا المشاهدين. سيرو تاع البسبوسة. يعني كنت حضرت جوج كيسان تاع السكر، أربع كيسان تاع الماء. بعد ما يولي يغلي نحسب له 15 دقيقة ونطفي عليه. وندير له نصف قارص يعني. يعني هذا واش نخليه يبرد ومن بعد كي تخرج البسبوسه سخونه تغلي وهي سخونه نسقيه بالشربات يكون بارد. يكون بارد تماما ونرش عليه شويه نواط كوكوم من فوق. الله يبارك. يعني هذا واش فيها الوصفه. كما شفتوا معنا سيدات الكريمات الساده الاكارم، الوصفه تاعنا كانت سهله واقتصاديه. تمتم نقدر نقول عليك محترف، الله يبارك، ماكش مشاهد يعني ما شاء الله عليك. تمتم كملناهم، واش نقول لكم؟ ان شاء الله نلتقي في طاولة التقديم بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد كالعادة. مرحبا بكم معنا بعد الفاصل، تلاقينا في هذه المائدة المتواضعة اللي حضرها لنا نادر. نادر يعني وصفات اقتصادية كما كنت تشوفوك، كنا حضرنا السردين بالرز والخضرة، يعني تقدروا تخلطوهم كامل مع بعض ولا تخلوهم هكا كما راكم تشوفوا. يشبحوا بالسردين اوتو ويديروا الرز وحده. يقدروا تماما يقدروا يخلطوهم كامل كيف كيف. وكاين الناس يحبوا ياكلوا الرز وحده والسردين وحده. يعني اختياري. اختياري هذه هي. البسبوسة ما شاء الله شحال شابة هاي لك. شوفوا معنا. انا عجبتني بزاف شخصيا عجبتني ودقتها المذاق تاعها رائع ما شاء الله. جبنينه فاني. عاود ذكر المشاهدين بالمقادير معليش بس ما لحقوش علينا. الوصفه تاع البسبوسه يعني فيها غير بالعقل روح غير حبه حبه. فيها 5 حبات تاع البيض. فوالا ضربناهم. ضربناهم مليح مع السكر، ربع مغاره تاع السكر يعني تكفي. درنا لهم الزيت تدريجيا باش طلع لنا مليح، حوالي كاس ماشي معمر. بعد ما طلعناهم مليح درنا لهم مغرف تاع فارينا، كاس تاع نواط كوكو، والسميد يعني حسب الحاجه تقريبا. والعلب تاع الياغورت انا شفيت. علب تاع الياغورت يعني. انا فكرتك ذوق جوز الهند. جوز الهند فوالا. ما بقاوش يديروا تاع الليمون. تاع الليمون فوالا. نبشر القارص واثنين خميره الحلوى. يطيبوها يعني 10 درجه؟ 180 درجه يعني بعد ما تطي من تحت. كي تشوفها كامل بلي طابت تشعلوا لها من الفوق تحمر ويسقوها بالسيرو. السيرو اللي قلنا عاود ذكر به. السيرو اللي قلنا وجدناه يعني فيه زوج كيسان تاع السكر، ربع كيسان تاع الماء، نديروه يغلي. بعد ما يغلي لنا مليح طفيو عليه النار ونديروا نص قارص. قلت 15 دقيقة يغلي نديروا فيه براش تاع الليمون. هذاك. هذه هي ما شاء الله، الله يبارك. بصح راني نشوف الوصفة الثالثة. وصفة يعني قبل ما نروحوا للعصير. الجلجلانية تجي بزاف بنينة. أي تبان شابة ما ذقتهاش ما نكذبش ما ذقتهاش. بعد ذوقيها يعني بزاف هايلة وخفيفة. واش فيها؟ كاين بزاف ما ينجحش في هذه الوصفة باسكو يخلوها بيضاء. لازم تتحمر. لازم تتحمر مليح. تقدر تمنى المقادير على السريع. فيها 250 غرام تاع الزبده غامولي تكون طريه بالباتور يعني بالباتور فوالا ربع مغارف تاع السكر. والله ما تكثرش السكر في الحلويات تاعك. كثر دائما نجوز شامبين شويه فوالا. درت لهم ربع صفار بيض. بالصفار بالصفار بيض
يعني مبشور القارص وحده خميره الحلوى وكاس تاع مايزينا ولموها بالفارينه بالفارينه وفيها نص كاس تاع كاوكاو محمص وملح خشين في العجينه في العجينه ايه. ومن بعد خلوها شويه طريه ورمدوها في الجلجلان قبل ما ندخلوها في المول ايه قبل ما ندخلوها رمدوها في الجلجلان رمدوها في الجلجلان مقلي ومحمص ولا الجلجلان كنت حمصته شويه يعني يطول شويه في الطياب فوالا ايه. ايه حمصته شويه ودرته في الليمون بعد ما يطيب نعسله يعني نديرو في العسل ونقطرو مليح عسل خفيف ثقيل ثقيل نورمال ثقيل العسل ثقيل كون زينتو بشويه تاع المعجون من فوق تاع المشماش يقدروا يلونوه يعني ولا يخلوها كطبيعي ما شاء الله يتبان هايله من بعد يعني بزاف خفيف يقاوها كامل في الصفحه تاعك في القناه تاعك فوالا هذه هي اللي يحب يعني الوصفات يروح للقناه تاعك في يوتيوب ولا فيسبوك ولا انستغرام وفي النهايه درتنا هذا العصير شربات يعني طبيعي قبل ما نروحوا للعصير قبل ما نروحوا غادي نسمع الله اعلم ولا ما كاش ما نجت في ودني هكذا كشغل سمعت مكالمه باسكو يعني. فوالا ممكن ساعات نسمعك كتخربيش ونقول بلي مكالمه المهم حنا ختمناها بهذا العصير عصير يعني انا شفتو عصير وبارد. منعش وبارد ما شاء الله طبيعي يعني 100% 100% واش فيه ذكر المشاهدين يعني فيه ريتله تاع الماء سكر يعني حسب الذوق نص كاس تاع الكاس نص كاس تاع الحليب عصير ليمون نص كاس خلي نقاطعك اصلنا وقيله دوكا صح مكالمه الو مساء الورد لا بس الحمد لله موالفين يجونا الاتصالات اوكور في اوكور في الحلقه معناتها في الحلقه اليوم جاتنا في المودفا انا فرحانين بزاف بك اختي الكريمه منين اتصلي بينا ماما نعيمه وناكي تعيطي ماما نعيمه بديتي عزوز وانا نحاول نتصل بيكم والله صبرك طويل ما شاء الله وحكمتينا اخيرا عجبتني الحلقه وشفتها الحمد لله كي في عاده باش نبدي نشوفها مي حبيت نقول لك ماما نعيمة يعطيك الصحة ويعطيك الصحة الشاب اللي راه معاك شفنا دير شفتها شوفوا معنا روعة صح بطريقة بسيطة وسهلة يعطيه الصحة الله يسلمك الله يسلمك حنونة ما تراضيش حلقة تاع اليوم وصفتنا يعني اقتصادية وخفيفة صح كاينة منها يعني وبسبوسة ما شاء الله يعني. شابة يعني ايه. كل وصفات هايله واقتصاديه انعم تفضلي شكون معايا ومنين ما قلتي ليش معك سعيده سعيد مرحبا بك حنونه صافي انا كنت نكون في بريده وتزوجت المسيده الله يبارك خير الناس تحياتنا الخالصه لسكان ولايه المسيله منا من هذا المنبر والمسيله والمسيله تاعنا وكل الجزائريين 48 ولايه انعم تفضلي تحياتنا الخالصة للزوج الكريم ربي يحفظك بلا مزية أنا من اللي حابة إن شاء الله نكون معكم وإذا ممكن في البرنامج تاعنا مرحبا بالجميع قلنا تواصلي معايا على صفحة وصفات ماما نعيمة يعطيك الصحة ماما نعيمة أسين نقول لك على المباشرة يا عمري تعيشي حنونة الاسم واللقب ورقم الهاتف أنا نتصل بك تعيشي حنونة ربي يحفظك مع السلامة شكرا جزيلا اتصال في آخر الحلقة أنت محظوظ راك محظوظ معنا بس كل اتصال يجينا أكوف معناتها في وإحنا نخدمو في الحلقة يعني اليوم جينا في المود فأنا مرتاحين قاعدين ماشي مشغولين نادر كنت تقول لي بلي راك عندك لو تراك وراك خايف دوكا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله واش نقول لهم احنا في الاخر واش نقول واش تحب تقدم تحيه لا فامي باسكو انا عندي اداءات طويله زوزو. نعم قالت لي سلمي عليها بزاف شكون زوزو هذه فاميلا فاميليا تاعكم الله يبارك تحيه كبيره ليك زوزو زيد انت اللي متقدم هذه التحيه قدم تحياتي كامل لا فامي تاعي ايه شكون فامي بوملكي وصحابي كامل بوملكي فوالا إيه. زيد كامل اللي يعرفوني صحابي ولا ما عندكش جوالي. اسامي خوك صغير مازوزي يحق نسيت انت هو المازوزي نسيت نسيت كاين بزاف يعني كاين بزاف لازم تقول كامل سي مو يزعفوا الاخرين في الحومه تاعك وفي صحابي العادية. يعني اللي راه معايا عبدو يعني عبدو لي جابك بارك الله فيه يعطيه الصحة سلمة. تحية ليه وتحية للخطيبة تاعو إن شاء الله يا رب يا ربي شراه ينيهم في زوج هذه هي أنا عندي تحايا لازم نقدمهم مش هكذا بس وعدت المشاهدين بلي نقدم لهم الإهداءات والتحايا تاعهم إن شاء الله يكونوا في الاستماع كما تعرفوا العقلية وكما تعرفوني نتمنى تكونوا تشوفوا في الحلقات
خاطر تكون في برامج اخرى ما يسمعوش التحيه تاعهم وبعد باش يقولوا لي نادر ماما نعيمه ما سمعناش عاود لنا التحيه. يعني كاين الاعاده يلقاوها في الاعاده. بصح الناس اللي يستناو الاخرين تسمى كون نقعدوا تسمى نقعدوا غير نعاودوا. لا لا خطر عليك. نتمنى بكل طيبه وبكل حب معناتها تشوفوا الحلقات وتسمعوا التحايا تاعكم. قبل ما نروحوا للتحايا كنت في حلقه سابقه مثلا هدرت على السيده من الشلف بصح يعني اصرار من مدير القناه ومن سيده معده البرنامج نوال ويحيى يعني بالحاح وباصرار منهم قالوا لي نتمناو في كل حلقه تعاودي هذا النداء اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت يشوف هذه الحلقه. السيده الكريمه اللي بعثت لنا قالت لنا لازم تجوزوا الاهداء تاعي نقول ونعاود بلي هذا البرنامج ماشي تاع ماشي برنامج خيري بصح صدقوني هذه السيده بزاف قاستني دونك مدابية في كل مره نعاود النداء تاعها. هذه هي لله في سبيل الله نقول ونكرر ما راهو برنامج اهداء ولا هو برنامج خيري احنا فقط استثناء حبينا نجوزوا هذا النداء تاع السيده باسكو قاسني بزاف واثرت فيا بزاف بزاف. هاي هاوليك الاسم تاعها بهاء زومي شويه زوم خلاص سي بون راهو يبان باش نبدا نقرا فيه فوالا. هذه السيده تقول سلام ماما نعيمه انا احلام من شلف من ولايه شلف ماكثه بالبيت حبيتكم تعاونوني وتوصلوا النداء تاعي اخواتي واخواني عاونوني انا عايشه في بيت قصديري من تراب ماشي من بازانغ ولا تراب معناتها عايشه في التراب. واش هي تقول راهي تقول عاونوني جوزوا لي هذا النداء تاعي في قناه الجزائر انوان عسى يلقى مير ولاد فارس هذه ولاد فارس جايه نتصور في الشلف تعرفها انت من شلف على بالي ولاد فارس جايه في شلف باش يعاونها ان شاء الله يكونوا اذان صاغيه. انا ما نتوجهش غير للمير رئيس بلديه ولاد فارس نتوجه عفوا وش قلت لها في الجواب اهلا حبيبتي والله اشعر بالكثير من الحرج راح نمرر النداء تاعك من خلال البرنامج وعد مني الصبر علينا فقط. هذا وش قلت لها نايا نعاود نقول على المباشر في ختام الحلقه نقول باللي الوجه ربي ان شاء الله هادو ناس اللي ميسوري الحال لاباس بهم روحوا شوفوا هاد السيده احلام من ولاد فارس عاونوها كاين ناس بزاف يحبوا يديروا الخير هاي جاتكم الفرصه انا نقول لكم من خلال البرنامج على المباشر روحوا عند السيده احلام عندها بيت قصديري من تراب خبيزه قرعامه كلمه طيبه واللي عنده لاباس به وعلاش لا ما يعاونهاش هذه هي نعاود نكرر ما راهوش برنامج خيري السيده اثرت فيا وان شاء الله تعاونوها وان شاء الله واجركم على الله. نروحوا للاهداءات اللي قلت عليهم هذه هي الوريقه تاعي راهي هنا شوفوا 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 معايا راهي معمره شوفوا ما نقولهمش كاملين نو باش يعرفوا المصداقيه تاع البرنامج تاعنا جوج بلي شويه برا. وليدي انا نادر نحكم تليفون نبدا باسكو يتخلطوا لي الاهداءات نجيب ورقه بالعجز ونبدا اكتب يعني بزاف الصفحه تاعك راهي كبيره اي كبيره ما نقدرش كل حلقه نجوز اهداءين ولا هذه هي واش نروحوا هنا بسم الله الورقه معمره الناس اللي يتابعوا في البرنامج بارك الله فيهم باش نروحوا نقولوا تحيه هذه تحيه من شيماء قاضي من مليانه نصور خميس مليانه ياك تحيه من شيماء قاضي من خميس مليانه لولادها ولخواتاتها هاجر واسامه وبنت خوتها وبنت خوتها ما قالش اسمها ووليد خوتها ادم وتسنيم وراجل خوتها قندوز قندوز لا قندور هذا يا سنا قندوز ايه وليد خوتها ادم وتسنيم وراجل خوتها قندوز قلنا الاهداء الاول قلنا غير واحد بهاء فوالا نروحوا للثاني الاهداء الثاني هدى من ولايه وهران تهدي لبنتها وليدها محمد وترحم على الاب ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنه هذه هي كما قلنا لكم في كل مره نديروا اهداءات
اصبروا علينا فقط، راح تسمعوا اساميكم واسامي العائله تاعكم بربي ان شاء الله، وتفرحوا بينا ونفرحوا بكم. دوكا انا غير نروحوا للتيراج وصوغ تاعنا كيما العاده والعيد يعني. يا اخي مولف تبع الحلقات، قلت لي انت مشاهد وفي مع الاعادات يعني دائما نشوفكم، وزيد الاعاده بارك الله فيك وبيك بارك. اقعد وفي بركه ان شاء الله، بالك نسمع بك شفت من ولا من انا في القناه يعني تعيش وليدي. ارفد لنا تشوف ورقه تاع التيراج وصوغ. فوالا شو شكون معنا؟ عربوش يوسف من وهران. الله يبارك ما شاء الله. ماهو فوالا عربوش يوسف من وهران، مش نقول مرحبا به، يعني يجونا لي شاف من جميع المشلف، من معسكر يعني، من سطيف، من كل الولايات. واش نقولوا ليوسف؟ نقولوا له مرحبا بك معنا يوسف في الحلقات القادمه باذن الله تعالى. احنا شرحنا بالتفصيل الممل الوصفات، ندير شرح لكم وقدم الوصفات، يعني اللي ما شافش الحلقه يقدر يدخل لقناتي في اليوتيوب، وكاين اعاده في البرنامج تاعنا، كاين اعاده يعني. احنا قلنا كلش وسلمنا على عائلات كامل، قدمنا التحايا، قدمنا الانشغال تاع سيده من ولايه شلف، ان شاء الله يكونوا اذان صاغيه كما قالت هي. مع الاخر واش نقول لكم؟ نتمنى ويكون الوصفات عجبوكم وتجربوا ولو وصفه واحده من هذه الوصفات ان شاء الله، ونتلاقاو في الحلقات القادمه باذن الله تعالى. مع السلامه.